يعني اللي أنا قادرة أتشغل باللي حواليا وأشوفهم، ولا حد برضو دريان بيا من كتر المشغوليات اللي علينا كلنا. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا إن اللي بعدها أصعب. رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فأنا هكون معاكم كل أسبوع عشانكم وليا أنا كمان، أشارك معاكم مديتيشن كده صغيرة سريعة، وأتمنى أنها تكون بتديكم وتديني أنا كمان كومفورت وأمل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. افتكر إنك رائع، افتكري إنك رائعة ببساطة، لأن ربنا خلقنا، هو اللي عملنا الديزاين بتاعنا، وكل حد فينا يونيك، مميز جدا، مش شبه التاني. فلما هو يعملنا كده ليه بيفرق معانا رأي الناس؟ رأي ربنا فينا أهم من اللي الناس فاكراه عننا. حلوة جدا إن الواحد طبعا يبقى محبوب واللي حواليه بيعجبوا بيه، بس ده مش متاح دايما. لو حوالينا أصلا الناس حتى لو حاسة بكده من جواها، مش دايما الناس دي بتعبر، مش دايما في كلام مشجع، مش دايما في الحب اللي احنا محتاجينه. لكن الله يحبنا كل واحد وكل واحدة فينا، ومش بس كده، شايف ان كل حد فينا سبيشال قوي ومميز جدا عن التاني، ومش بس كده، ويقدر كمان ان هو يركز بصفة شخصية مع كل حد فينا individually، يعني مش بالجملة، لا على حدة. يس انت لوحدك، يس انت لوحدك. جات لي فترة كده كنت حاسة انه، عارفين اللحظات بتاعت انا ما فيش حد حاسس بيا، والواحد بيحس انه هو فعلا تايه وسط الزحمة، كل مشغول بأحواله بمشاكله، محدش شايف حد. يعني اللي انا قادرة اتشغل باللي حواليا واشوفهم، ولا حد برضو دريان بيا من كتر المشغوليات اللي علينا كلنا. بس لا، انا متشايفة منه هو وحاسس بيا، وايا كان حتى همس جوايا هو سمعه loud and clear وحاسس بيه. انا مش بهتوه في وسط الزحمه فعلي. ساعتها ما بقاش فارق حتى معايا ان احس ان ليا السابورت اللي انا محتاجاه من بشر يعني، او من حد معين من الناس اللي حواليا. ومن اكتر الحاجات اللي عاده بتحبطني هي التوقعات دي، ان انا وقت ما اكون محتاجه سابورت الاقيه، محتاجه ابريشيشن الاقيها، بس في الاخر المصدر اللي انا بدور فيه مش ثابت، بشر، وما هماش عارفين how unique I am. إذا كنت أنا نفسي مش عارف، فكأن الحد الوحيد اللي عارف حقيقتي حلو ووحش ومع ذلك مهمة قوي في عنده وفي عينيه هو الله. حتى هو بيقول قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم أفرزتك، اختارني قبل ما حد يوعى بي أصلا. هو بيحفظني مثل حدقة العين، لهذه الدرجة أنا amazing بالنسبة له. وانت كمان، وانت كمان أمازين، رائعين، مذهلين، مدهشين، مميزين فعني، وده المهم، وده يكفي. يا طارق، ايه اكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا كلام ده الاسبوع ده قبل ما اكون معاكم الاسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. looking forward.